السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعي قناة حسب أضواء للشروحات. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي أنشئ حساب على موقع وزارة الداخلية المصرية، وذلك للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين. طبعا ده موقع وزارة الداخلية المصرية، هنلاقي العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، منها الخدمات الإلكترونية مثل تصاريح العمل والأدلة الجنائية والأحوال المدنية والمرور. طبعا لو احنا ضغطنا هنا هنشوف كل الخدمات دي، ده دليل الخدمات، يعني ممكن تستخرج بطاقة رقم قومي أو وثيقة ميلاد أو شهادة وفاة أو وثيقة زواج أو كل الخدمات دي، والخدمات الخاصة بالمرور، تجديد رخصة وبدل فاقد وما إلى ذلك، وتصريح العمل والأدلة الجنائية، كل ده ممكن أن تستخرجه إلكترونيا عن طريق حسابك في وزارة الداخلية المصرية. هنشوف دلوقتي، طبعا بنضغط على تسجيل دخول. طبعا هنا لو أنت معاك حساب بتدخل البريد الإلكتروني وتدخل كلمة المرور. احنا طبعا لسه هنعمل حساب لأول مرة، فهنضغط على إنشاء حساب جديد. هتفتح معنا الصفحة دي اللي هنسجل فيها بياناتنا زي ما هنشوف دلوقتي. بعد ما تكتب بياناتك، الاسم الرباعي والبريد الإلكتروني الخاص بيك وكلمة المرور، وبتأكد كلمة المرور، تكتب العنوان وبتكتب الوظيفة والجنسية طبعا مصري، ورقم تليفون المحمول والرقم القومي، واسم الأم بتكتب الاسم الأول، ورقم المصنع ده طبعا اللي هو بيكون في البطاقة أسفل الأسفل الصورة الشخصية في البطاقة، زي ما احنا شايفين لما بتحط الماوس على علامة الاستفهام بيجي لك الرقم اللي هو أسفل الصورة في البطاقة الشخصية، وهنا بتكتب المحافظة، بعد كده بتكتب كود التحقق، طبعا بتكتب الكلمات والحروف الموجودة الكابيتال كابيتال والسمول سمول، وهنضغط على سجل الآن. بعد التسجيل، بعد ما نسجل، في حالة انه ما يوصلش الرقم او كود التحقق هندخل على نعمل تسجيل دخول، وطبعا هنكتب البريد الإلكتروني وكلمة المرور ونضغط على تسجيل الدخول. طبعا هنا بيقول لك بيانات الدخول غير صحيحة، هنضغط على هل فقدت كود التفعيل، هيفتح الصفحة دي، هنضغط نكتب البريد الإلكتروني وهنكتب الرقم القومي، طبعا ده طلب كود التحقق في حالة عدم الوصول، هنكتب البريد الإلكتروني نكتب الرقم القومي ونضغط على طلب. طبعا موقع وزارة الداخلية بيبعت لك كود للتحقق على الموبايل في رسالة، طبعا ده بيكون أرقام، بنكتب كود التحقق من 4 أرقام، ونضغط على تحقق. مرحبا بك في الموقع، تم التفعيل بنجاح، اضغط هنا، بنضغط. طبعا ده بدخل بالبريد الإلكتروني بكلمة السر اللي أنا وضعتها في التسجيل في البداية، واضغط على تسجيل دخول. فزي ما احنا شايفين كده انا سجلت حساب في موقع وزارة الداخلية المصرية. طبعا ده الملف الشخصي، ممكن اضغط عليه، ادخل على الملف الشخصي وعلى البيانات الخاصة بي. طبعا ده الملف الشخصي، ممكن بعد كده اقدر اعدل في البيانات دي لو فيها تعديل. طبعا الحساب ده بيمكنني من اني استفيد من الخدمات الالكترونية اللي بتقدمها وزارة الداخلية. طبعا ممكن ارجع لدليل الخدمات بالضغط على دليل الخدمات، فبيفتح الصفحة اللي فيها كل الخدمات الالكترونية اللي بتقدمها الوزارة، زي ما احنا شايفين خدمات الاحوال المدنية وخدمات المرور وخدمات تصاريح العمل والأدلة الجنائية. كل الخدمات دي تقدر بكل سهولة من بيتك انك انت تستخرج كل هذه الوثائق، وممكن تدفع بمجرد وصول الوثيقة دي لغاية باب بيتك، تدفع مصاريف استخراج هذه الوثيقة بكل سهولة وبكل يسر. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب
تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.